ينقل عن أحد المسيحيين المهتمين بالتبشير المسيحي: لو كانت لنا قضية كقضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لاستطعنا عبرها أن نصل إلى العالم أجمع. لا أعرف أنا قبل الصراحة هذا المعنى، هل هو ناتج من مؤتمر يهتم بموضوع التبشير وكانت هذه خلاصة من خلاصات المؤتمر، أو هو اجتهاد شخصي من هذا المسيحي أيا كان منصبه قصة وما شابه له، ولكن الفكرة صحيحة. الفكرة صحيحة ومؤداها أن قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قضية كاملة من جميع الجوانب التي تحتاجها قضية من أجل إقناع الآخر ومن أجل أن ينتمي لها الآخر. وهنا تأتي أحد مسؤولياتنا تجاه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. في الواقع التاريخي، الحدث التاريخي، لم نكن موجودين ولم يكن بإمكاننا تلبية النداء في سنة 61 للهجرة، وبعدين أصبحنا نكرر فكرة يا ليتنا كنا معكم. نستطيع أن نكون مع الحسين بتبليغ رسالته بوظيفة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، وظيفة تبليغ الثورة الحسينية. سنواجه في طريقة التبليغ عوائق ينشئها خصوم الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين لا ينسجم واقعهم مع واقع ثورة الحسين وأهداف ثورة الحسين، فيبدأون في تشويش هذه الثورة ومحاولة إصباغ أوصاف وأحكام ظالمة كاذبة لتنفير الناس عنها. لا زالت هذه المقولة تلقى بعض الأثر، لقيت بعض الأثر في التاريخ ولا زالت تلقى بعض الأثر في الواقع الحالي، بحيث تحجز هذه العملية التشويشية كثير من المسلمين ومن غير المسلمين عن الارتباط بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقوم هؤلاء بمحاولة منعنا من عملية الإحياء، يقومون بالتشويه، يقومون بمحاولة المنع من عملية الإحياء للإمام الحسين، يمنعون علينا الزيارة، يمنعون علينا إقامة المجالس، يمنعون علينا إقامة مظاهر عاشوراء، مظاهر الحسين في أي مكان. الأمر الجيد أن هذه المحاولات بطبيعة تقدم الزمن يلغيها، يقلصها ويقلص آثارها، بس مو لوحد الزمن، الزمن مع العمل. كان في إمكانية الحكام سابقا أن يمنعوا الزيارة على الحسين منعا باتا، ويوضعوا رصد على هذه الأماكن المقدسة ويقتلون الناس الذين يذهبون لزيارة الإمام الحسين. آخر المحاولات الكافرة الفرعونية، محاولة حزب البعث، لكن هذا النوع من المنع انهار وإلى دون رجعة. منع إقامة مجالس الإمام الحسين انهار في أغلب مناطق العالم وسينهار في البقية وليس في زمن بعيد إن شاء الله. يعني عدد الدول الآن التي تمنع إقامة مجلس للإمام الحسين هو في تقلص. بعض الدول اللي فيها أفراد متعصبون، نواصب بتعبير تاريخي، وإلا غالبية الدول
أصبح إقامة مجالس الإمام الحسين ومواكب الإمام الحسين أصبحت شيء مشروع من أمريكا مرورا بأوروبا أمريكا الجنوبية إلى كل الدنيا. فالحواجز القديمة من التشويه من المنع إلى الموكب إلى الزيارة إلى فلان إلى فلتان تسقط. وبقت المهمة في تقدير الأخطر والأهم، كيف نبلغ الحسين عليه الصلاة والسلام إلى العالم؟ هو خطر لما كان يمنع أو يمنع الزيارة، أن هذا يتقلص، ولذلك جهت الأمر الأئمة بأنه زيارة الحسين زيارة الحسين ومن زار الحسين ومن زار الحسين ومن زار الحسين حتى تبقى الموضوع. أعطوها هذا الزخم بالثواب وبالمكان بالزيارة حتى تبقى. واجه الشيعة وتحملوا هذا مدفوعين بتوجيه الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الآن المهمة سميها الأخطر الأهم التي ينعكس نجاح وصول الثورة الحسينية إلى بقية العالم من عدم عليها هي عملية تبليغ الإمام الحسين. وتبليغ الإمام الحسين تبليغا حقيقيا صادقا في كل شيء. والانحراف عن التبليغ إلى هذه الثورة مضامينها الحقيقية هي إساءة إليها وحجز إلى الناس من الالتقاء بثورة الحسين. يعني ما بيمنع وصول الحسين حاكم ظالم ولا مجموعة متعصبة هني، يعني ما بيمنعه. وإن كان تركوا أثر ولا زالوا يتركون، ولكن أثرهم في تقلص والحسين معهم. ولكن سيمنع أن يلتقي مفكر بالحسين إذا وجد أنا الذي يعني بحكم التسلسل التاريخي والانتماء التاريخي أدعي أنني شيعي منتمي لأهل البيت منتمي للحسين عليه أفضل الصلاة أهرج باسم الحسين. في ناس يحكمهم المنطق العقل، عندما تطرح أطروحات وأفكار لا منطقية لا عقلية أنت كفيت عناء أن يبحث، كفيت عناء أنه يلتقي بالحسين. إذا كانوا هؤلاء الذين يدعون فإذا كانت هذه قضيتهم، إذا كان هذا الطرح قضيتهم ما يحتاج. مع تقدم وسائل الاتصال ونقل الجزئيات في أي بقعة من العالم إلى بقية بقاع العالم أصبح عملية الإحياء التي هي جزء من محاولة إيصال بالإضافة إلى ثوابها محاولة إيصال الحسين إلى العالم. إذا كانت هذه الوسيلة وسيلة منفرة، حب الحسين وما يستحق الحسين و يعني ناقشوا الفقهاء وناقشوا الشعراء بعد، وكان يجب أن يعني ليس تقييم للشعراء، بس الحسين ليس إنتاج شعري، بمعنى أن الشعر يجب أن لا يحكم عقليتنا، وهو اللي يحدث مع شديد الأسف في تفاصيل أن كثير من متبنياتنا عن الحسين وما قاله الشاعر، ويستهلك كثير من خطبائنا حفظهم الله مجالسهم في تهيئة الكلام حتى يقول البيتين مال الشعر اللي قالهم الشاعر، وشاعر أنت العالم المفروض. ما تجيب المقدمة حتى تجيب البيتين، تقول قالت زينب وقالت زينب وقالت زينب حتى بعدين تجيب البيتين اللي قالت فيها هذا، مو طريقة. أنت تلتقي بالحسين مباشرة، بعدين هذا توظيف الشعر من أجل ترقيق القلب ومن أجل شو اسمه، بس مو المجلس يتوظف إلى أنه كل المقدمات حتى تجيب البيتين مال الشعر. والإبكاء على الحسين أمر مطلوب، ولكن أن يتحول أيضاً المجلس إلى فكرة أنه من زاد مجلس البكاء أو من أثار البكاء هو المجلس الناجح، ولو توسل إلى ذلك بما لم يحدث هذا يصير إساءة. هاي جزئيات، بس هاي الجزئيات هي التي تبلغ الحسين، وأمس تبلغها إلى أهل القرية، اليوم تبلغها إلى العالم، اليوم تبلغها للعالم.
فلا تعطي المتربص بالحسين مساحة إلى أن يدخل من هذا التعبير التي تقوم فيه إلى تشويش هذه. الحسين إذا يروح على صفاء لن يتخلى عنه إلا الشاذ من المسلمين، ولن يتخلى عنه إلا الشاذ من البشرية، ما يكون مسلم. ولكن في المثل، القيم، الأهداف، طريقة العطاء بالنفس وبالأهل، الخلق العالي، من هو يقدر يتخلى عنه؟ ما أحد يقدر يتخلى عنه. لقتله الحسين ما قدر يتخلى عنه، لقتلوه وكانوا في لحظة جنون وقتلوه، بعد لحظات ندموا على ذلك وأثرت فيهم خلق الحسين، أثر فيهم خلق الحسين، لا شربهم الماء ولا بكى عليهم ولا هو، ما أحد يقدر يقتله، بس وصل أنته كما هو، ما أحد يقدر يقتله. هل نقوم نحن بما علينا من عملية التبليغ؟ احنا الحمد لله نطلع من عاشر إلى حادي محرم ونستمر إلى عاشر، والآن نستمر إلى أكثر من عاشر، ونعيد العشرة ونزور الحسين عليه أفضل الصلاة. إيه، نقوم بأمر زين، أمر جميل وأمر لا غنى عنه، وفيه الثواب وفيه الأجر وفيه كذا. ولكن أعتقد عودة إلى الفكرة التي جئت بها على لسان هذا المسيحي، نقوم بما يجب من تبليغ ثورة الحسين، لا 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 زال التقصير كبير جدا، لا زال التقصير كبير جدا، وفي كل المستويات، ابتداء من المرجعية تحتاج أن تهتم بهذا المكان أكثر. أنت عقل من؟ أنت وارثة الأئمة، وهذه ممارسة يعني إحيائية مأمورين بها من الأئمة، وهي من أهم الممارسات، أهم الممارسات. يعني شوف الحج إيش قد إلى من اهتمام، يحضرون 3 ملايين، في بعد أكثر من 3 ملايين يحجون، 4 ملايين يحجون، إحنا على الأقل 250 مليون نحية كاملة، يحتاج اهتمام أكبر في كل التفاصيل، على المرجعية أن تدخل في كل التفاصيل وترشد كل الممارسات وتتصدى إلى كل جزئية من عشرة. وهذا تشيع، أكبر منطقة، أكبر منبر، أكبر لحظة التفات دائما ستجد في كل وكالات الأنباء، في كل الفضائيات، يوم عرفة يجيبوا الخبر عن المسلمين، في كل الفضائيات، في كل وكالات الأنباء، وراح يزداد الآن، يجيبوا الخبر عن زيارة الأربعين، ويجيبوا الخبر عن عاشوراء. هذا الخبر على المرجعية، ثم على العلماء، ثم على خطباء المنبر الذين يقيمون المواكب، مؤسسات الحسين، إدارة المآتم، ثم العمدة علينا احنا محبين اهل الحسين. في هذا الخبر لا تهريج، لا مبالغات، لا خلاف للمنطق، لا وساخة، لا ممارسات منفرة، لأن كل شيء من هذا هو الذي يحجز الناس من الالتقاء بالحسين. اليوم ما عاد يستطيع لا المتوكل ولا غير المتوكل يمنع أن الناس تشوف الحسين، بس كيف بتشوفه؟ هذا إحنا المسؤولين عنه. إن طرحنا بالصورة الحقيقية إلى قمنا بواجبنا في هذه نقطة التغيير. علينا واجب آخر اسمه السير على خطى الحسين، نترك الحديث آخر، ولكن في موضوع التبليغ إن أدينا بهذا راح نقنع ملايين من الناس بالحسين عليه الصلاة والسلام. وإن أسأنا إلى ما بيقدر اليوم الحاكم الظالم، قدرة على التشويه انخفضت وقدرة المعاند على التشويه انخفضت، بس إحنا لا نشوه، إحنا لا نرسل رسالة خاطئة. وعندما أقول رسالة خاطئة ترى بهالبساطة، هي هو ما يحتاج يعني يدخل في تفاصيل، هو بيشوف المنظر، إذا شاف منظر لا منطقي لا عقلي بحكم الزمن الحالي. لا تتخلى عن الحسين، ولا تتخلى عن تشيع، ولا تتخلى عن أهداف مبادئ، ما حد يدعو إلى هذا، بس يدعو إلى أن تخاطب الناس على قدر عقولهم،
وهني ليس استخفاف قدر عقول الناس، يمكن قدر عقول الناس أكبر منك لأن فيلسوف ومفكر وكذا، فلازم تخاطب بهذا المستوى، لازم نخاطب بهذا المستوى حتى لا نؤدي إلى إرسال رسالة خاطئة عن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.